زميلنا في المباشر من الكوديفوار الصحفي محمد تلاغي حاضر بتبيع عنده شوية تفاصيل حاضرة بالنسبة لشنو صار البارح ما بين وليد الركراكي وشانسيل مبيمبا. مرحبا محمد. اهلا وسهلا، تحيه طيبه لك صديقي حاتم، وتحيه للزملاء في البلاطو، وتحيه لكل مستمعي ومستمعات ديوان. شكرا لك محمد. شنو اللي صار؟ شبي الكوتش البارح تغشش هكاك وخرج معناها من تينتو كما نقولوا احنا في 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 تونس، ومعناها وبالحق كان معناها مغشش برشا البارح. وصراحة اولا نتمنى التوفيق ان شاء الله للمنتخبات العربيه ومنتخب تونس الشقيق، وكذلك نتمنى العوده بالنسبه للمنتخب المغربي في المباراه الثالثه ان شاء الله. اللي كان كيبحث على الانتصار، ولكن كان الامر صعب شويه حتى نكون اكثر واقعيه. ونعتذر شويه حاتم لانني مراسل من شوارع سان بيدرو من كوت ديفوار، ظروف المباشر ظروف شويه الضجيج. الله يكبر بيك. فبالنسبه للواقعه اللي وقعت البارحه، تابعنا التفاصيل ديال المباراه اللي كانت الامر صعب جدا يعني على المنتخب الوطني المغربي. فبعد صافره النهايه يعني بالعين المجرده من خلال متابعه ديالي، واللي كنت التقط حتى فيديو اللي وصل لعدد مشاهدات كبير وكبيره بزاف، يعني تابعت هذيك اللقطه وركز بشكل كثير على وليد الركراكي وكذلك عميد المنتخب الكونغولي. فحتى ننقل الصوره للامانه الاعلاميه اللي بعيده عن الانتماء بالنسبه لاسود الاطلس، وليد الركراكي كان يتواجد في البنتوش، واللاعب كان يتواجد بالقرب من دكه بدلاء المنتخب المغربي، ولكن كان داخل المستطيل الاخضر. وليد هو من توجه بشكل مباشر للاعب الكونغولي، فكان حديث نقدر نقول لك كان في البدايه سلام بالتصافح بالايدي، وكان حديث ديال 3 ثواني، وكانت ابتسامه في البدايه ما بين وليد وكذلك العميد الكونغولي. بعد ذلك كانت رده فعل، يعني كان هناك حديث، ما عرفتش بالضبط واش توقع ما بين وليد وما بين العميد. من بعد قام العميد بحركة أخلاقية تجاه وليد، من بعد وليد تبع اللاعب، وجاءوا اللاعبين ديال المنتخب المغربي تبعوا كذلك هذا اللاعب هذا. من بعد فاختلطت الأمور أكثر من 5 دقائق، يعني من بعد ما طفات الكاميرا ديال النقل، اللاعب نفسه توجه إلى مستودع الملابس، قام بحركة ثانية، وهنا كان هجوم بالنسبة للاعبي المنتخب المغربي تبعوا اللاعب لمستودع الملابس، وهنا كنتكلم على نصيري وحمدي. من بعد فعاود كما نقولوا احنا بالمغربيه شعلت في الفيستيار تقريبا اكثر من 5 دقائق. من بعد فكانوا تصريحات، التصريح الاول لوليد الركراكي في الندوه الصحفيه، وليد حاول على انه كما نقولوا يبرد الامور، يرجع الامور للصوره الحقيقيه في البدايه، ما بغاش يتفاعل مع الصحافه، ما بغاش يمشي في نفس الامر، فهو قال بان اعطينا صوره يعني ماشي مزيانه لا للمنتخب المغربي ولا للمنتخب الكونغولي ولا كذلك الكره الافريقيه. وكان فقط هذيك يعني كتكون كما نقولوا اللادريان ديال البالون، يعني بعد نهايات الحراره كذلك الاعصاب، كل واحد باغي يربح، هي خلات هذيك رده الفعل، ولكن في اخر المطاف اعتبرها بانها حركه لا ديالو ولا الحركه الثانيه بالنسبه للاعب، لانها كانت متجاوزه. لكن بعد ذلك كان هناك تصريح في لازوميكس بالنسبه للاعب اللي اعتبر بانه كان هناك كلمة اللي اعتبرها عنصرية بالنسبة له من طرف وليد الركراكي، كذلك قال بأن العدالة الإلهية هي اللي تحكم. لكن رد اللي وليد الركراكي بالنسبة للصحافة الفرنسية ليكيب خاصة اللي تكلم ووضح الأمور أكثر، وقال بأنه نحن كلنا من الأفريق، يعني من المستحيل علينا أن نتفوه بكلمة وأنا إفريقي مثله. وكذلك يعني يتكلم على الكره بشكل كثير. فهذه هي النقطه، دابا كل واحد كيحلل بطريقته، لكن ما دار ما بين وليد الركراكي وما بين لاعب المنتخب الكونغولي من الصعب جدا ان تعرف فقط في 3 ثواني أو 4. هنا اللي كانت الامور، ان بعد صافره النهايه وليد ما كانش قابل نهائيا التعادل لانه كان منتصر، كذلك المنتخب الكونغولي كان مشحون قبل، لان المنتخب اخرجه قبل يعني كأس العالم، كانت تصريحات مضادة من اليمين ومن اليسار بالنسبة للمنتخب الكونغولي، يعني المباراة كانت مشحونة بشكل كتير ما بين الطرفين قبل المباراة، وحتى ما بين الصحفيين المغاربة والصحافة الكونغولية، فكانت استفزازات في مدرجات. ونقدر نقول لك انه فما ريفاليتي محمد في الكاليفيكاسيون تاع الكوب دي موند بين الصحفيين، معناها كان تشابك بالايدي،
بالصحفيين حتى أكون أكثر واقعية بين الصحفيين. كانت مباراة في المستطيل الأخضر والمباراة الثانية في المدرجات ما بين الصحفيين، لأن لدرجة أنه يعني كان تجاوز الحدود حتى بالنسبة للصحافة الكونغولية. يعني سب المقدسات هنا يعني بداية من جلالة الملك، يعني بعبارة ما تقبلهاش الصحافة المغربية. وقع تشابك بالأيدي من بعد 5 دقائق، في الأمور رجعت لأمورها في انتظار قرارات يعني الكاف، لأن غادي تكون ضروري نقدروا نسمعوها اليوم قبل المباريات، لأن كما كان الحال صورة ما نقبلوش على أنها تكرر لا للمغرب ولا للكونغو ولا لإفريقيا بصفة عامة، لأن في آخر المطاف الروح الرياضية هي اللي تفوز، سواء فاز المنتخب المغربي بالانتماء بالروح بالوطن نتمناها مغربية، ولكن في آخر المطاف نتمنى الروح الرياضية هي اللي تغلب. أقول وأكرر حاتم، بالنسبة للكرة ديال شمال إفريقيا من الصعب جدا المنتخبات لا تونس لا المغرب لا الجزائر أن تلعب مباراة في الثانية هنا في الكوت ديفوار، لأننا كنلعبوا باللغة ديال المغاربة في الحمام، يعني الحمام المغربي البلدي. من الصعب جدا أن تلعب مباراة في الثانية، ممكن تواجه أي منتخب في مكان حاله يا حاتم. أنا سامحني محمد، نحب تقييمك أنت، بغي تقييمك أنت على مستوى بخلاف أنه المناخ وحرارة الطقس والرطوبة وغيره. معناها اليوم المنتخب المغربي، منتخب التونسي، منتخب الجزائر، شفت المنتخب التونسي تم حرمانه معناها من ضرب الجزاء في المباراة الماضية، منتخب المغربي معناها يتعرض لبعض المضايقات، معناها برشا مضايقات منتخب الكونغو الديمقراطية، منتخب الجزائر يتوجه معناها للكاف واحتجاج على تقنية الفار، وكأنه بمنتخبات شمال أفريقيا الحقيقة منذ كان الأخيرة في الكاميرون وين يتحول منتخبات شمال أفريقيا إلى القارة الأفريقية وتلقى في مشاكل كبيرة، صحيح ولا لا؟ نعم حاتم، نكون معك أكثر واقعية، نقدر نقول لك حال الوقت حتى أن المنتخبات شمال أفريقيا أن تدير اليد في اليد باش أنها تكون قوية، لأن كان اتحاد ما بين المنتخبات الأخرى، كان تعاطف بغينا ولا كنا حتى في المدرجات، يعني الجمهور يعني يتعاطف مع الجماهير اللي هي من غرب أفريقيا، مثلا المنتخب غرب أفريقيا. احنا نتقاسم شمال افريقيا، ننتظر تونس تنهزم، ننتظر الجزائر تنهزم، ننتظر المغرب تنهزم، لا نورمالمون خصنا نتحدوا كاملين، لان اليوم حرم المنتخب التونسي بضربه جزاء، كذلك المنتخب الجزائري، كذلك المنتخب المغربي مضايق في الجمله، حرام وعار على الكاف بصفه عامه وعلى من يعني اللي كيصهر على الكره الافريقيه ان تلعب مباراه تجيب واحد حاتم من باريس سان جيرمان تلعبوا مع جوج ناس في القهر في سان بيدرو، ما يمكنش نهائيا، وحتى المستوى ما يليق نهائيا بالكره الافريقيه. صحيح. لان بغينا ولا كرهنا الطبيعه ديال كل انسان تختلف. انا زرت العديد من البلدان الافريقيه، لكن هنا في سان بيدرو او في الكوت ديفوار بصفه عامه حراره جد مرتفعه، ونقول لك سواء المنتخب المغربي او الجزائري او التونسي ويعاود المباراه كاع المباراه تكون صعيبه، سواء مع منتخب كبير او منتخب صغير، لان الخصم الاول هو بعد الحراره هي المرتفعه جدا، اذا ما تلعبش مباراه ما تلعبهاش نهائيا. عاد نتكلموا على التكتيك ونتكلموا على الاختيارات ونتكلموا على الاسماء. دابا انا العامل الاول هو بعد الحراره والرطوبه مرتفعه. شوف انت جماهير مغربيه سخفت في المدرجات، جماهير توجهت الى المستشفيات بعد نهايه المباراه بدرجه الحراره كانت مرتفعه، فما بالك اللاعب. هذا غير مقبول نهائيا. نتمنى الامور على انها يراجعوا الأوراق، يراجعوا التوقيت، يراجعوا التوقيت. خمسة ستة سبعة لوجيك محمد، رد بالك أنت على روحك صديقي، واشرب بزايد ماء وابعد على الشمس بالحق، ونعرف العمل الكبير اللي تخدم فيه، وبالحق معنا محمد تلاغي من أكبر وأشهر الصحفيين في المملكة المغربية. شكرا صديقي، ربي يوفقك ويوفق المنتخب المغربي. معناه سمعتوا الرواية شنو اللي صار، لكن حل أكس آخر أهم شيء هو السخانة. أنا قالوا سخانة الناس مشيت للسبيطارات الأسبوع فارت، معناها قلنا اللي المغرب ديجا مشات مشات بكري مشات بكو ديفوار، والجزائر مشات عملت ستاج نتاعها دو بريباراسيون وين في توغو بور بوفوار سادابتي. سي فري راهي الاولاد معناتها يعرفوا اكثر مني، معناها راهو لافلونس راه نتاع المناخ، خاطر ساعه لعبت تبع في الكره تقول لك ديما يزيونا متشكيو ما عندهمش فكره خاطر شنو السخانه. للامانه معناها دايور شوف لي ريزولتا، لي بيي نتاع لافريك دو لويست قاعدين يلقاو في اكثر سهوله في الاكزرسيس في المقابلات نتاعهم كل المنتخب الاخرى. هاك تشوف في غينيا مع دبر في راسها بالكدا، مالي، كونغو ديمقراطيه، اسمها بوركينا فاسو، هذوما البلدان اللي مناخهم قريب المناخ تاع الكوت ديفوار، دونك يتاقلموا دو مانيير بلو فاسيل. معناها هذه الحاجه الاولى، المغرب كلهم يلعبوا في اوروب، يعني مش ممكن يلعبوا في افريقيا باش يبدا مستنسي. فوالا دونك لا سيتياسيون معناتها هنا باش حل معناتها اسمه قوس صغير معناتها نستبق على المنتخب. وذا علاش العباد حتى كي تكلمت وكل معناتها لابورتونس دي 5 شونجمون
في المقابلات، لازمك تعرف كيفاش تهبطهم، خاطر هنا عباره عندك روح جديده باش تهبطها معناتها اوتر تكتيكمون مي اوسي بارابور للكونديسيون كليماتيك اللي هي ما تخليش الاولاد اللي يبداوا المقابله يكملوا يعملوا 90 معناها ما تخليهمش يقول لك منتخب شمال افريقيا بال موجوده سامحني وموجوده والكونستا موجود الكونستا موجود للامانه معناتها البينالتي نتاع الجزائر معناتها البينالتي تاع الجزائر معناتها واضحه ضد بوركينا فاسو معناتها تعمر البينالتي نتاعنا ما تشوف الريجي معناها في المقابله ريبلاي فما الجمله الريجي لا مش ريبلاي الريجي ماتش كامل حتى كان لاحظته في الشوط الثاني وين ما تخرج الكره يا با دي رالونتي في لي زاكسيون الكاميرا ديما في الجمهور عديت زميتون كامله ماتش تونس ومالي كاميرا في الجمهور كان في الجمهور اكزاكتومون بالحق وتكلمت حتى انا في اطار اخر قبل حكيت الفار لعبت تحكي على الفار وجود الفار وكل قلت لهم راهو اللعب معناتها في الفار اللعب كله في الريجي في الريجي تجزلك على الفرصه تقول الكاميرا ما صورت ليش ما عدت ليش كذا دونك ما عنديش موجوده راه موجوده وضم دي براتيك موجودين للامانه ونجم اكد لك معناتها خاطر ثم سؤنيه في حكايه البينالتي بتاع الجزائر والبينالتي بتاع تونس شوف بوركينا فاسو معناتها ثلاثه بوتوات مركتهم ثلاثه بوتوات بالفار ثلاثة بوتوات بالفار معناتها موريتانيا بوتو البينالتي بالفار وزوز الماتش تاع الجزائر زوز بالفار ويحكي